بسم الله، أعوذ أعوذ بالله. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فمن اهتدى فاعبد الله مخلص. أسف. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب للناس بالحق. إنا أنزلنا إليك الكتاب للناس فمن اهتدى. ما في للناس. إنا أنزلنا الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه، هو الله الواحد القهار. خلق السماوات وخلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إنما يتذكر أولو الألباب. حسبك. نعم السريع. هلا شو انسى؟ جهزي. طب ماشي على السريع، بس على السريع. حماد بلاها، ناخذ وقت. جهزي اول خمس صفحات، ست صفحات. جهزي اول ست صفحات بس. قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم. للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ما في الله مدود طبعا، أنت ولا في أحكام تجود أبدا الله. ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله يعلم؟ ألم تر أن الله
أنزل أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل ومن يضلل فما له من هاد أفمن يتقي أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله عذاب الخزي في الحياة الدنيا عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إنك ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يرجعون يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفوز العظيم ذلك جزاء المحسنين حسبك لا تخلصت لك.